أمام شاشة التلفزيون القديمة هذه تجمع هؤلاء لمشاهدة الأفلام متحدين فيروس كورونا وما صاحبه من إغلاق وضيق في مصادر الرزق. من الصعب البقاء في المنزل، ينتهي بك الأمر إلى الشجار مع الوالدين والشركاء، لذا من الأفضل أن تحصل على الانتعاش في الخارج هنا على الرغم من وجود فيروس كورونا. وهنا في هذه الأزقة يفترش الباعة المتجولون الأرض لعرض الأقراص المدمجة للموسيقى والأفلام بحثا عن لقمة عيش في زمن الكورونا، حيث أصبحت الفنون سلعة رائجة. خلال هذه الفترة من الإغلاق نجعل المواطنين مستمتعين بالموسيقى والأفلام، لأن بعض الأشخاص لا يستطيعون تنزيل العروض مباشرة. شركات الإنتاج انتقلت إلى بث العروض الحية على الإنترنت كي يشاهدها الجمهور، وهو ما لاقى ترحيباً من المواطنين الذين يعانون من الافتقار إلى التسلية، ومن الفنانين الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم. وكان البلد الواقع بجنوب القارة الأفريقية فرض العزل العام يوم 30 مارس، وبدأ بتخفيف القيود تدريجياً لإنعاش اقتصاده المتعثر منذ مايو الماضي.